الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحياتي.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. أهلا بالقادمين، أهلا بالأحباب المكرمين، أهلا بكم في شهر رمضان إذ بدأ موعده وبدأت نفحاته منذ صلاة المغرب من هذا اليوم الكريم ومن هذه الليلة المباركة. وسأعلن لكم البرنامج سريعا إن شاء الله تعالى من أجل أن تكونوا على دراية به، وسيتم تعليق الأوراق في هذه الليلة إن شاء الله تعالى على ما سيكون من برامج تفصيلية تخص صلاة التراويح بشكل خاص ودروس العصر والفجر والظهر بشكل عام. أما التراويح فسنصلي 4 ركعات، ثم يكون هنالك درس بعد 4 إن شاء الله تعالى. أما يوم الخميس القادم فسيكون مع فضيلة الدكتور أحمد نوفل، يوم الجمعة سيكون مع الدكتور أحمد الحسيني، ويوم السبت سيكون مع الدكتور نذير الصالحي، ويوم الأحد سيكون مع الدكتور رأفت المصري، ويوم الاثنين مع الدكتور يوسف مشعل، ويوم الثلاثاء مع الدكتور سليمان الدقور، ويوم الأربعاء إن شاء الله تعالى مع الدكتور علي علام. و لربما يحدث أي ترتيب سنأتي بعلماء آخرين إن شاء الله تعالى في صلاة التراويح.
وأما برنامج صلاة العصر فهنالك برنامج علمي مميز إن شاء الله تعالى. أما يوم الأحد فسيكون بعنوان يا أيها النبي، منظومة يا أيها النبي في القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور محمد عبده. يوم الاثنين سيكون مع فضيلة الدكتور وليد شاويش، فقهيات تهم المسلمين. ويوم الثلاثاء والخميس سلسلة الدار الآخرة مع الدكتور همام سعيد. ويوم الأربعاء مع الشيخ محمد نصر تأملات قرآنية. ويوم الجمعة سيكون مع الدكتور مهند الحوراني في السيرة النبوية. ويوم السبت سيكون هنالك تقليبات في دروس إن شاء الله تعالى. أما دروس الظهر فيعني هي قصيرة، سأخذها أنا لنفسي وأعطي فيها هيك فلاشات عن الفروقات اللغوية في الآيات القرآنية إن شاء الله تعالى. ودروس الفجر فاعلة ومباركة إن شاء الله تعالى، ستكون إن شاء الله تعالى في مسجدنا المبارك. طبعا سيكون يساعدني في صلاة القيام وفي صلاة التهجد إن شاء الله تعالى المهندس معتصم السرحان. ولا تقولوا يعني الناس يقولوا أنت معترض جايبين كمان اثنين سرحان، لكن هيك جاء قدرا، هو حافر لكتاب الله والناس ارتضوا صوته، فليس يعني تحيزا، وإنما سيكون هنالك قراء آخرين. سنأتي بالشيخ أحمد الفيومي والشيخ أحمد عودة وقراء آخرين سوف يشنفوا آذاننا إن شاء الله تعالى في صلاة التراويح، من أجل أن لا تقولوا لن نصبر على طعام واحد، فنريد أن ننوع من أجل أن تعم الفائدة في تقديم هذه المائدة. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونعلمكم أن هنالك إفطارا جماعيا في ملاك مسجدنا المبارك، وذلك في كل صلاة مغرب وكذلك دعاء الغروب. فاحرصوا على حضور هذا الحفل المجيد في كل يوم في مسجدنا المبارك. نسأل الله تعالى أن يهل هذا الشهر علينا وعلى المسلمين باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والمطمئنان والبركة والنور، اللهم آمين. وصلاة القيام يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رمنا في هذه الليلة المباركة أن نخفف عليكم، ولكن في الغد إن شاء الله سنزيد آية أو آيتين. الآن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، نريد أن نعلن عن المسابقة الرمضانية، وهي أن كل من كان عمره فوق 18 عاما ستكون السور المطلوبة هي مخيرة، إما سورة النحل أو حفظ سورة النمل مع لقمان للرجال والنساء. النساء يسمعنا في يوم السبت والأحد والأربعاء، وأما الشباب كل يوم بعد العصر إن شاء الله تعالى. وأما الفئة المتوسطة من 12 عام إلى 18 عام ستكون السورة المختارة اللي هي سورة الصافات، وأما الأطفال أقل من 12 سنة أحبابنا الكرام سيكون، يعني علشان المدارس خففنا فاخترنا سورة القلم، وكذلك سورة ذكر معي سورة المرسلات حافظينها تمام. فهذه هي المسابقة القرآنية إن شاء الله تعالى التي ستكون معنا إن شاء الله تعالى، بالإضافة أن هنالك بعد 8 ركعات سيكون عندنا إن شاء الله تعالى المسابقة الثقافية الرمضانية السادسة بعون الله تعالى، وهدايا فورية، سؤال وجواب وهدية فورية إن شاء الله تعالى. وأما اليوم فسنكمل إن شاء الله تعالى التراويح، ونسأل الله تعالى أن يجعل شهرنا الكريم شهر خير وبركات ونور علينا وعلى المسلمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعدت للكافرين.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أحبابنا الكرام، بالنسبة لمواقيت الإقامة بالنسبة لصلاة المغرب بإذن الله تعالى ستكون 7 دقائق إن شاء الله تعالى، حتى يتمكن من بداخل المسجد من الإفطار، وكذلك من يأتون من بيوتهم إلى المسجد من إدراك الصلاة إن شاء الله. أما صلاة العشاء فكموعدها وكما اعتدنا عليها، وأما صلاة الفجر ف23 دقيقة، 3 أذان و20 انتظار، بدل 33 23. جيد، تمام إن شاء الله تعالى. صلاة الوتر يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. تحيات لله والصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ركعة الوتر أثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا اللهم فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قدرت به وقضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم أعنا على حفظ اللسان وتلاوة القرآن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن رحمتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله والصلاة والسلام.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك.